اهلا بيكم. شفنا حالات كتير هيربس منتشره الايام دي. الهيربس ده فيروس بيجي للكبار والاطفال على حد سواء، سواء كانت المناعه قويه او ضعيفه، وبيبقى كامن في الجسم وبيتجدد مع نزلات البرد وضعف المناعه. وكارثه لما طفل حديث ولاده بيتعدي، عشان كده ممنوع بوس الاطفال، لان بوس الاطفال من احد الاسباب اللي بتسبب الاصابه بالهيربس. اهم نصيحه ان الطفل ما ياخدش مضاد حيوي لو جاله هيربس، والا مناعته هتقل والفيروس هينتشر اكتر والقرح هتزيد اكتر. من اعراض الهيربس فقدان الشهيه والم بالفم ورياله او الريم اللي بيبقى طالع من فم الاطفال، وقرح بالفم وارتفاع درجه حراره الجسم، وممكن يسبب نزله معويه فيروسيه. علاجه بيكون اكل مسلوق بدون بهارات وسوائل دافيه بعسل نحل والراحة التامة، وعلاج الأعراض زي السخونية بخوافض الحرارة، وعلاج ألم الفم ببخاخات الحلق المكونة من أعشاب. وفي أدوية مضادة للفيروس بتهدي الأعراض بس مش هتمنع تكرار الإصابة، ولازم أخدها باستشارة الطبيب. ممنوع البهارات والحمضيات والمواد الحافظة، ويفضل أن الطفل ياخد أدوية تقوي المناعة أثناء دور التعب وبعده، وياريت نعمل صورة دم كاملة. أتمنى المعلومات البسيطة دي تكون فادت حضراتكم. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.